السلام عليكم خوتي. الحمد لله، هذه طفلة ضرور فرح اللي عندها 3 سنين، رانا لقيناها، مشي لقيناها البارح بيجي نحوسوا عليها، راه لقاوها اليوم على الزوج، لقاها شير خويا نادير، هو وصاحبه محمد، ولاد تاكلوا قاع يعرفهم، ولاد كبير قاع يعرفهم، لقاوها بغاو يدوها لوالديها، سبحان الله لقاوها طايحة، عطشي انا لقاوها الماء تشرب، مسكينة لقاوها في واحد الحالة، حالة ما نحكيكمش وصاي كي كانت مسكينة، غريانة صغيرة في عمرها 3 سنين، باينة بلي غادي تلقاوها تبكي، عطشي انا كي صوفيا، بغاو يدوها لوالديها، كانوا تما والديها بغاو يدوها لهم، شاف طوافة، شافوا ريشوا للكوفتر، طوافة للكوفتر ريشولها، بلي ودي صايرة لقيناها طفلة، ما كان لا تحوسوا عليها. جات نزلت الطوافة الكوبتر هذي بغيت تديها الغريانة، خويا قال لهم ودي غادي نديها نعطيها لامها وابوها، نعطيها لامها وابوها راهم قدامها تما ساكي راهم جايين وكاع، هما قال لها ودي لا اعطيها لنا حنا ندوها، شوية تزايدوا بالعبرة منا ماشي مشكل، خويا داو طفلة زادوا داو خويا معاهم وكاع، خويا من داوه وداو صاحبه، الشعب اللي شاف اللي شاف اللي شافهم يدين خويا وكاع، حسبوا خويا خاين، حسبوا خويا هو اللي خونها، الشعب مقلق، حسب خويا هو اللي خونها، خويا ما خونهاش، خويا صابها، خويا صابها في العشيش جابها لهم، درك انت كاين واحد دار فيديو طيح خويا قاعد يطيح له ويضرب فيه، درك انت كون جيت راجل صاحبي كون جيت راجل ما طيحش الواحد بالشيبانية تاعها، الأولى انت رخيص جاية، الزوجة نورمالمون انت قبل ما تطيح له وكاع تعرف شنو كاين، تعرف هذا علاه قضبوا على راهم مدينينه سبحان الله. هذا سيد انت هذا قربو خاين اللي يجي قربو كاع خاين، ثم احنا كون البارح لقيناها في اللي ثاني احنا خيال هاكا، ثم انا نلقاها نجيبها لهم ويقولوا لي انت اللي خونتها هاكا صاحبي، ثم انت تبان لك اللي يلقى شيرة خاين هذا ما كان علاه نحوسوا عليها دروك، اني غادي نقربوها ويقولوا لنا بلي انتم خيان وجرجونا، خويا كون على باله بلي يصرى له كيما هاكا صاحبي ما يحوش عليها ما يحوش، انا كون على بالي بلي كان خويا غادي يصرى له كيما هاكا ما نحوش خويا، انا البارح بيت اللي كوبلي وانا بارطاجي ونحوس معاهم غابة ظلمة حالتنا لا حالة ما تأمنش عقل خويا ونحوسو نورمال خويا، حنا رحنا نديرو في الخير، هذا الخير رجع علينا صاحبي قالت الخير يصوت مولاه، هاكا الناس بكري يقولك الخير يصوت مولاه، دروك لي جوندار لي رحنا لهم قالك خويا قالك خوك غادي نطلقوه، خوك هو اللي جاب لنا الطفلة، قالك علاه جبناه من الزايد مع لي جوندار هذا مثلا، قالك غادي نطلقوه، قائد من ناحية تاع الدرك الوطني أنا هدرت معاه. قال لي خويا خوك غادي يطلقوه غادي يستمعوه يكتبوه في محضر ويطلقوه ماشي مشكل كاع، قلت له بصح ماشي تطلقوه على بالي بلي غادي يطلقوه خويا ما دار والو ما غاديش يقعد تما عندكم، قلت له بصح كاينه حاجه قلت له كاين ناس داير ولا لي فيديو، قلت له خويا نورمالمون تبرؤوه دوك انتوما جبتوه انتوما برؤوه خويا غادي تطلقوه برؤوه بلي هذا فهمناه في الباطل هذا ها علاه علاه جبناها علاه هذا ما كان، قال لي واه قال لي عندك الحق قالت على هذو خويا انا كوما يديروا له فيديو وما يبرؤوش ولا غادي واحد اللي يولي يشوفها في الزنقه يقول لك الك هذاك هو اللي خونا الشيره هذاك اللي دالنا حنا جزائريين كاع كيما هكا صاحبي رانا نهضروا ما تامش عقلك بلا ما نسقسوا بلا ما نعرفوا واش كاين بلا والو نهضروا شو انا انت اللي درت الفيديو صاحبي انا راني درت لك فيديو وراك تشوف فيه وغادي نعطيك النيميرو تاعي باش تعيط لي ولا تعطيني النيميرو تاعك انا نعيط لك نجي عندك سير صاحبي نجي عندك وخويا راه في لابريكا تاع بني عمله بدي تكمل خير انت دير فيديو باللي قربو خاين وكاع خاصك تكمل روح لابريكا ولا تعرف الخاين وكاع بدي تصوره وكاع طلقه هما بدا يتشيح صاحبي بهذا صالح هادو نورمالمون شي حاجه خويا السيد جاي يدير في الخير عشيت انت تشيع فيه الناس كاع حسباتها باللي خاين على جالك انت راك فاهمني الناس حسباتها كاع خاين على جالك انت انا غادني عمري قعدت حتى طيح الخويا بامه خاش علاه كون جيت عارفه غايه ما طيح لهاش بامه طيب صاحبي لي فونزي الحمد لله اللي شيرة رجعت لوديها حسبنا الله ونعم الوكيل في هادو اللي هضروا في خويا وطيحوا له وعايروه وما خلاولهش خويا ما خلاولهش انا ساعة عندي جونار وتلاقيت مع ابوها قال لي خوك كان يحوس معانا كان بيت يحوس معانا خويا خوك غادي نطيقوه قال لي خوك ما انا خوك هو اللي جاب لي بنتي قال لي خوك هو اللي جاب لي بنتي خوك هو اللي جاب لي بنتي قال لي مشي لي جوندام لي جوندام من جابها لهم باينه بلي جابوها هذا ما كان قال لي خوك هو اللي جاب لي بنتي صح بصح راهم الناس قاع تهضر قال لي خلي الناس تهضر قال لي هذه بنتي الحمد لله اللي ولات قال لي والحمد لله اللي لقيت الرجال ونزيدك حاجه صاحبي حنا كيش حتى طلعنا نحوسو
حنا عيط لنا واحد تما كان تما يحوس معاهم عيط لنا مع احنا نعرفوا ديك جيامو قبيلي من الغابه ديك انا عارفوها نعرفوا فيها كاين واحد الحسيان وكان عارفوا كاع وين جايين بلا غريانه فطاحت قالنا ودير واحد وعاونونا طلعنا نعاونوا فيهم احنا ما على بالناش يكون عيط لنا هاد السيد حنا كنا قادرين نحتل من بعدها من يبارطاجوها فيسبوك وكاع نسمعوا ونطلعوا نورمال بلا ما يعيط لنا نطلعوا فهمي شو ولا هذا هو اللي عيط لنا عيطنا له الدين نورمال معنا السيد قال لهم وانا اللي عيط ماشي مشكل كاع هادو طوال انا خويا بروحها الدولة على بالها بلي داري ومنا شو ولا عندهم قال لك عندنا اجراءات ننتخذوها وما على بالي قال لك لي قيادات باش غيوا يفوت على الوكيل الجمهورية ومن دار خير قال لك يطلقوه درك واحد بريء عارفه بلي انت هذا السيد جابها ما خونها ما دخزنها ما والو السيد كان سارح بالعنزي تاعه جيت انت يا القاضي الشيرا جابها لكم جيت انت عارف تهديته هاكا صاحبي ثم السيد انت هذا خاين ويصرح يدير كل شيء هذا هاكا ثم نلقى هنايا نلقى انا واحد من الناس غادي نلقى شيرا يديني لها يجريسي يا من ندخلش روحي يا خويا غادي يكون ندخل روحي نحصل غادي يكون ندخل روحي نحصل غادي باينه بلي يقول لي انت اللي خويا ها وانت اللي درت انت راك معاه انت صاحبه انت خوك اللي جبنا معاه وما على بالي هاكا بلادنا صاحبي تجي دير الخير فيها تحصل اللهم تايفيتي كاع هادو طوال خويا ما تدخلش روحك كاع ما تدخلش روحك هاكا ايفيتي طوال باش هني عقلك وصاي شاولا حنا ميجي حنا ماشي دايرين كيما هاكا حنا نسمعوا حاجه ماشي مليحه نطلعوا كاع دايرين حنا حنا ما تربيناش كيما هاكا حنا وجزائريين كونتي حنا دايرين كيما هاكا حنا تصرا حاجه عند جارك عند واحد تعرفه ما تعرفهش ما على باليش يعني جاي تطلع تجري تعاون معاه طيح تموض والناس حاول دير كل شيء طيب حبيبي والحمد لله اللي رجعت لوالديها وان شاء الله غادي نروح انا غادي نروح حتى لدارهم نشوف غريانه هادي نشوفها وغادي ندير لكم فيديو مع ابوها وكاع وغادي من يخرج خويا غادي قال لك غادي نديروا له فيديو الدوله قال الجدرميه قال غادي نديروا له فيديو باش نبرئوا هذا ما كان شو انا هذه الجدرميه ما تعرف لهم شي يديروا له ولا ما يديروا له لي فوق هما قالوا بلي نديروا له والعلم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انت انت اللي درت الفيديو بارطاجيته وعاد تطيح للشي خويا طيب هذه غادي نعطيك النيميرو اي عمر كي خويا 70 07 70 89 39 06 06 نعاود اهلك صاحبي بالك ما سمعتهاش 07 70 89 39 06 التالي صاحبي طيب صاحبي عيط لي ونجي عندك وين ما تكون خويا وين ما تكون وما تأمنش عقلك صاحبي خاطش انت فري جاي عبري ماشي راجل خاطش انت طيح الواحد بمه انت بروحك ما كان حاله صاحبي ما نهدر ما نقولك بلي ماشي متربي خويا انا ما نوصلتش شي بانيه تاعك راك فاهمني خويا انا ما نوصلتش شي بانيه تاعك صح باين بلي انت مش ما كان حاله انت ثم انت جاي تجري تحوس معاهم وغادي جا تبع باين بلي ما كنتش معاهم راك فاهمني انت باين بلي ما كنتش معاهم تفايت مع الاطور تهدي شفت السيركيلاس ومن نزلت سمعت هضره نزر وطه هكا درت له فيديو وطلقتها طيحت له خاطش على كون كنت معاهم تشوف خويا كي كان يحوس وهو اللي كان يجي في الشعب واقف تما الناس كاع شافته الناس كاع شافته اللي يعرفه واللي ما يعرفهش ولا تاكلو كاع شافوه اللي كانوا تما كاع شافوا في داير كاع شافوا واش كان يدير واش كان يجري ما تأمنش عقلك صاحبي تبين بلي ما كنتش معاهم الله يهديك خويا السلام عليكم خوتي